الكلية بتعمل بنظام الساعات المعتمدة لكل الطلبة، والطالب يدرس 48 مقرر ب 144 ساعة. الساعات المعتمدة التدريس باللغة العربية والإنجليزية على شعبتين، الطالب يلتحق بالكلية ثم يختار الشعبة التي يريد أن يدرس بها. وزي ما انتم حضراتكم عارفين في اتفاقية مع جامعة ويلز، الطالب يحصل على شهادتين، شهادة من مصر وشهادة من بريطانيا. طبعا كلية الإعلام الحقيقة هي كلية عملية أكثر من كونها كلية نظرية، لأنه تعتمد على تدريب الطلاب في المعامل الصحفية وفي استوديوهات الإذاعة وفي التلفزيون. احنا عندنا مدينة إعلامية كبيرة الآن إن شاء الله هنشوفها.